إضافة لكرة القدم الوطنية، ولكن صراحة الحماس يجب أن يكون مؤطر. متابعة هذه المحاولة، محاولة خطيرة الآن لفريق اتحاد طنجة. كما قلت حماس يجب أن يؤطر بأخلاقيات التشجيع الرياضي، لأن الأخلاقية التشجيع الرياضي هي الروح الرياضية، ولا داعي للعنف. سنتابع الآن، كانت هناك إشارة جميلة من أبناء إحدى الإعداديات الذين قدموا الصورة حضارية. نتابع الآن هذه محاولة، والهدف، هدف جد مبكر لفريق اتحاد طنجة. معاوية عبد الغني يسجل الهدف، معاوية عبد الغني يسجل الهدف، معاوية عبد الغني لاعب الوداد السابق يسجل الهدف. إذن سنتابع الإعادة لا محالة. بداية مبكرة يمكن أقول بأنه هذه يمكن نعتبرها، ما غنقولش مفاجأة، ولكن ما كناش كنتوقعوا بأنه مبكرا سنتابع هدف. إذن هدف نشاهده الآن، كان هناك تراخي، وبالتالي كان هناك نشاهده الآن زينودو، من جهة زينودو كان هناك هدف جميل. معاوية عبد الغني، كانت التمريرة مع حمودان، قلت بأنه حمودان من بين أسرع اللاعبين. قرناص مهدي هو اللي كان متابع. هناك كذلك أيوب الخالقي يشكو من آلام. سنتابع الآن كرة أمامية، سعيد الآن يشغل مركز مدافع أوسط حمودان. هجمة خطيرة والهدف الثاني لفريق اتحاد طنجة. يمكن أن أقول بأنه التغيير لم يكن سريع بعد خروج اللاعب يوسف رابح. الوداد بعشرة لاعبين تلقى الهدف الثاني، قلت بأنه لم يتفاعل فريق الوداد البيضاوي بشكل آخر. إذا جاي هذي يسجل الهدف الثاني، إذن تشاك هناك على زوج. قلت بأنه التعامل لم يكن بالشكل السريع وكان تغيير. نشاهدوا السعيدي حمودان، قلت بأنه خلق متاعب، هي أكرة، ويمكن أقول بأنه لم يضيع الهدية ويسجل الهدف الثاني. سعيدي صلاح الدين، بكر الهلالي كيقطع هذه المحاولة، محاولة خطيرة الآن، والهدف الثالث. قلت بأنه هناك خلل كبير على مستوى خط وسط الميدان والدفاع. إذا معاوية عبد الغني يسجل الهدف الثالث. يبدو بأنه هذا الجولة الثالثة والعشرين لم تكن المفاجأة مدوية وقوية في مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. يبدو بأن حتى مباراة اتحاد طنجة والوداد حتى الآن ثلاثة أهداف للصفر. ثلاث أهداف. معاوية عبد الغني يسجل الهدف الثالث. حصة يمكن أقول بأنها قوية، حصة قوية يوقع عليها فريق اتحاد طنجة. نتابع الآن عملية 1-2، وبالتالي معاوية عبد الغني مع حمودان الذي مرر ويسجل الهدف الثالث. إذن ثلاثة أهداف للصفر، نتيجة يمكن أقول بأنها قوية لم تكن متوقعة. إذن سنتابع